طبعا عندنا استراتيجية عشان ناكل وعشان ننام، وكذلك في استراتيجية عشان النجاح. انا بالنسبة لي اولا طبعا التوكل على الله، ولا تنسى الاخلاق ومساعدة الاخرين وخدمة الغير. وبعدها لازم تسأل نفسك السؤال الاهم، شو هدفك في الحياة او شو هي اهدافك بالضبط؟ طبعا وانا صغير كان عندي هدفين، الهدف الاول انه يكون عندي بزنس ناجح، والهدف الثاني انه تكون لي بصمة في تطوير او اضافة مفيدة لدولة الامارات مع رؤية الحكومة الرشيدة. وطبعا بالنسبة للهدف الاول او الهدف الثاني او الهدفين معا، كنت اقرأ كل يوم عن التجارة، عن الاقتصاد، تطوير الذات، تطوير المهارات القيادية. تأكد انك لو تبغى تكون ناجح ادرس النجاح، ولو تبغى تكون سعيد ادرس السعادة، وتبدأ تفكر بالأهداف اللي تباها واكتبها على ورقة صغيرة وطالعها بشكل مستمر وراجح. أنا عن نفسي كاتبنا في خلفية تلفوني، طبعا في هذه الحالة دائما أشوف التلفون وتابع وافتح وسكر، العقل الباطن يقراها باستمرار، وكل يوم أراجع نفسي إن كل يوم لازم أعمل إضافة لأهدافي بشكل يومي. والأحلام باستمرار بتتحقق، والأهداف كذلك باستمرار بتتحقق، وأهم شيء بتوصل لمرحلة إنك ما تخلي هدفك أو حلمك. حتى أصدقائي في الدوام ولله الحمد يعرفون أني من المستحيل أتخلى عن هدفي، وأني دائما أخطط لهذا الهدف بشكل مستمر. وتذكر إذا أي حد في الدنيا وصل لهدفه ليش أنا لا؟ استمر بهدفك وركز عليه. إذا كنت تبغى تحصل على شيء ما حصلته من قبل لازم تعمل شيء ما عملته من قبل، تكسر روتين حياتك بالقراءة وغيرها من أمور إضافات لتحقيق هذا الهدف. قبل النوم لازم تراجع نفسك، أو شو الأشياء اللي لازم تسويها أو سويتها صح، وشو الأشياء اللي سويتها خطأ، وتقوم بتعديل الأشياء اللي سويتها خطأ بشكل مستمر وتحسن من نفسك. لا تضيع وقتك في الشكوى، اعمل لهدفك، اسعى لتحقيقه. ولا تنسى الوصايا العشر اللي أوصانا بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، واللي اعتبرها أنا شخصياً أحد أسباب نجاحي في الحياة. الشيء الأول اخدم الناس، الشيء الثاني لا تعبد الكرسي، والثالث ضع خطتك، الرابع راقب نفسك، والخامس اصنع فريق عملك، والسادس ابتكر أو انسحب، السابع تواصل وتفائل باستمرار، الثامن لا تكن من غير منافس، التاسع اصنع قادة، وأخيراً انطلق لبناء الحياة ولتحقيق أهداف.